السلام عليكم. محاضرتنا لهذا اليوم هي Physics of Skeleton. محاضرتنا السابقة كانت The Force on the Body وإنها ارتباط كبير بهذه المحاضرة. أتمنى قريتوها واستفادتوا منها. أستاذة، نبلش محاضرتنا لهذا اليوم هي عن فيزياء الهيكل العظمي. راح نأخذ بها كل تفاصيل أو عظام الهيكل العظمي ومكوناته والعناصر اللي يكون منها. Because of the importance of bone to the proper function of the body. نظرا لأهمية العظام في الأداء السليم للجسم، يهتم عدد كبير من الأخصائيين أو الأطباء المتخصصين بالعظام ومشاكل العظام. وهناك تخصصان طبيان يهتمان بشكل أكثر من باقي الاختصاصات بالعظام، وهو تخصص طب الأسنان وجراحة العظام، وهذا تخصصان مكرسان بالكامل لهذا المجال. الأخصائيين الطبيون الآخرون الذين لديهم اهتمام كبير بالعظام هم أطباء الروماتيزم الذين يتخصصون في مشاكل الروماتيزم والتهاب المفاصل، وأخصائي الأشعة، والأخصائيين الأشعة اللي يعملون على جهاز السونار وجهاز الإكس راي والمبراز الحلزوني والأجهزة الرنين البخار. هذه الأجهزة التشخيصية لتشخص المشاكل التي تحدث في العظام، وهذه الأجهزة هي التي تقرر أو هي التي تشخص بالصور أشعة سينية تصور العظام ومشاكل التي تحدث بالهيكل العظمي، وعلى أساسها الطبيب الأخصائي هو الذي يفرض نوع العلاج. عندنا 6 وظائف مهمة للعظام في جسم الإنسان. Bone has a list 6 functions in the body. سنجي نأخذ the function of the bone. حسنا، راح نأخذ يمكن نقاط سويتكم على شكل نقاط من 1 إلى 6، وبعدين نجي نأخذهم بالتفصيل وحسب الرسوم الموجودة على جانب كل نوع من أنواع الوظائف اللي تخص العظام. الوظيفة الأولى اللي هي support اللي هي الدعم. الوظيفة اللي الثانية tend and ligaments اللي هي تخص الأوتار والأربطة. الوظيفة الثالثة muscle locomotion اللي هي حركة العضلات. Protection of advanced organ اللي هي حماية الأعضاء المختلفة. Number 5 اللي هو stroke of chemical اللي هي تخزين المواد الكيميائية. ورقم 6 اللي هي sound transmitting transmission اللي هي نقل الصوت. سراح نجي على واحدة من هذه الوظائف اللي هي support اللي قلنا الدعم. The support function is most involved in the legs، يعني تتوضح بشكل أكثر في المناطق القدم اللي هي احنا اللي سبورت. الدعم تكون وظيفة الدعم أكثر وضوحا في الساقين مثل ما تلاحظون عظام الساق الكبيرة. ترتبط عضلات الجسم بالعظام من خلال يعني عضلات الجسم والعظام تكون سيستم كامل لدعم جسم الإنسان. ترتبط هذه العضلات مع العظام بالروابط والأوتار والأربطة، ويدعم جسم نظام العظام بالإضافة إلى العضلات في التقدم بالعمر في الشيخوخة وفي بعض الأمراض تدهور بعض أجزاء الهيكل العظمي. إذن العظام خاصة العظام الكبيرة تساهم مساهمة كبيرة في دعم حركة جسم الإنسان في القفز والحركة المشي في الرياضة. لاحظ هذه العظام الكبيرة هي اللي تساعد جسم الإنسان على الحركة. أكو وظيفة ثانية اللي هي نمبر 2 تساهم بعملية الحركة اللي هي locomotion bones joints movement of one bone with respect to another، يعني التحرك اللي هي locomotion يسمح مفصل العظام بالحركة عظمة مقابل عظمة. بس احنا راح ناخذها بالتفصيل في موضوع لاحق، بس راح نذكر موجز التقاء العظام. كل العظم تلتقيان بيناتهم اكو جوينت، هذا الجوينت يساهم مساهمة كبيرة في عملية التوصل او الحركة او حركة عظم مقابل عظم اخر، يعني عظم ثابت مقابل عظم آخر متحرك اللي هو خلينا نفرض مفصل ركبة، يعني راح يثبت عظم مقابل حركة عظم آخر راح يساهم مساهمة فعالة في عملية المشي أو القفز أو الرياضة أو أي حركة. نمبر 3 اللي هي protect or base organ، يعني حماية الأجهزة المختلفة. The skull which protect the brain، يعني الجمجمة راح تحمي الدماغ في داخلها. And several of the most important sensory organ اللي هي eye and ears، يعني راح تحمي العيون والأذن. هاي عظام الجمجمة، خلينا ناخذ المثال على حماية الأجزاء الداخلية. وعندنا أمثلة أخرى
يعني ساخن المفروض انه البرين الدماغ الموجود في جسم الانسان ما تحيطه هاي الجمجمه وانما محاط بتشو هاي الانسجه الرخوه او الجلد الخارجي. يعني مجرد الانسان تعرض الى حادث بسيط تؤدي الى موت الانسان لانه البرين بالداخل او الدماغ ما محمي بشكل جيد. بينما عظام الجمجمه من اقوى عظام الموجوده في جسم الانسان راح تحمي الدماغ والكثير من الغدد الموجوده في جسم الانسان وتحمي كذلك العينين والشرايين والاوردة الموجوده بالداخل تحمي الاذنين. فلذلك العظام تساهم مساهمه فعاله في حمايه الاجزاء الداخليه. كذلك القفص الصدري الرأس الموجود الاضلاع، هذه الاضلاع عددها 12 في كل جهه تساهم مساهمه فعاله في حفاظ على الاجزاء الداخليه اللي موجوده الاجزاء المهمه الموجوده في القلب والرئتين. هذه الاجزاء المهمه داخل جسم الانسان لو كانت غير محميه فاي تعرض لاي ضرر او اي حادث يؤدي الى موت الانسان. درس فور افضل كيس اوف ذا هيرت ام لونج، يعني تحمي القلب والرئتين. النمبر فور نجي على ستورد اوف ذا كيميكال، يعني العظام تعمل كخزان هذه العظام تعمل كخزان للمواد الكيميائية التي تخزن داخل العظم. هذا العظم الموجود داخل جسم الإنسان the bone acts the chemical bank، يعني يعمل كبنك للعناصر اللي تخزن داخل جسم الإنسان for strong elements for future use in the body، يعني اللي تستخدم في المستقبل. تخزن تخزين مواد كيميائية، يعمل عظم كبنك كيميائي تخزين العناصر لاستخدامها في المستقبل. على سبيل المثال الحد الأدنى من مستشعر الكالسيوم، يعني احنا عندنا غدة نسميها الغدة الدرقية الثايرويد جلاند، وعندنا غدة خلف الغدة الدرقية اللي هي باراثايرويد جلاند. تعمل هذه الغدة الباراثايرويد جلاند على استشعار النقص في الكالسيوم بالجسم، ومجرد حدوث نقص في كمية الكالسيوم راح تفرز هرمون الثايرويد، ثايرويد هرمون. هذا الثايرويد هرمون يحفز العظم على طرح مزيد من الكالسيوم بالدم، لأنه النقص في الكالسيوم يؤدي إلى العديد من الأمراض والأمراض تخص العظم بشكل عام. فلذلك العظام تعمل كخزانات للمواد الكيميائية. يعمل الحد الأدنى من مستشفى الكالسيوم من خلال الغدة البارد ثايرويد لإفراز المزيد من الفرامل في الدم، وهذا بدوره يؤدي إلى إطلاق العظام لكمية الكالسيوم اللي يحتاجها الدم. نمبر 5 إن الأمور اللي تخص وظائف العظام هي نورشمنت اللي هي قطع الطعام. The teeth are specialized bone that can be cut food، يعني الأسنان عظام متخصصة يمكن أنها تقطع الطعام. يعني الأسنان هي نوع من أنواع العظام تستعمل لعملية قطع الطعام اللي يساهم مساهمة فعالة في تغذية الجسم. نمبر 6 الوظيفة السادسة للعظام هي sound transmission، يعني نقل الصوت. استخدمت المنارة أنه الصوت ينتقل بالمواد الصلبة أسرع مما من انتقاله بالمواد السائلة، لذلك انتقال الصوت بالعظام يكون أسرع من انتقاله بالأنسجة الرخوة أو السوائل. The smallest bone of the body، يعني أصغر عظم موجود بالجسم هي عظام اللي موجودة middle ear، يعني بالوسط. هذه العظام مساهمة كبيرة في نقل الصوت إلى داخل البطن الوسطى إلى طبلة الأذن، مثل ما تلاحظون صغر العظم، هذا العظم صغير جدا مقارنة بعظم الإنسان. تكون الأذن الوسطى من ثلاث عظيمات اللي هي المطلقة والسندان والكاف. هذه العظام ترتبط مباشرة بطبلة الأذن، فعند سماع الإنسان للصوت راح تهتز هذه العظام وتنتقل الصوت عن طريقها إلى طبلة الأذن اللي راح تحول إلى موجات صوتية راح يسمع من خلالها الإنسان، وبهذه الطريقة تنقل العظام الصوت. أصغر عظام الجسم هي عظيمات الأذن الوسطى، تعمل هذا العظام الثلاثة الصغيرة كرافعات مثل ما درسنا المحاضرة السابقة، قلنا العظام تعمل كرافعات. هذا أصغر عظام الجسم يعمل كرافعة، توفر هذه العظام الثلاثة الصغيرة مثابة رافعة وتوفر نظام مطابقة تحويل اهتزازات الصوت في الهواء إلى الاهتزازات إلى داخل السائل الموجودة بالجسم.
بس هنيجي ناخد موضوع جديد اللي هي بون از ليفينج تيشو. يعني احنا نصور انه العظام هي اجزاء ميته، بينما هي في الحقيقه العظام تحتوي على خلايا حيه، يعني تعتبر كنسيج حي. معظم الانسجه العظام هي تتكون من خلايا، وهذه الخلايا خامله، مو في خلايا باقي خلايا الجسم تكون اكثر خمول. هذه الخلايا تتوزع من خلال الخلايا العظميه. الخلايا العظميه تمثل نسبه 2% برسنتج، يعني 2% of the volume of the bone، يعني 2% من وزن العظم هو خلايا عظمية bone cells that the bone in the healthy condition، يعني تساهم في صحة العظم. قلنا 2% من حجم العظم هي خلايا عظمية تحافظ على العظام في حالة صحية. حجم العظم إذا ماتت هذه الخلايا بسبب ضعف إمداد الدم، مثل ما تلاحظون due to poor blood supply، يعني ضعف امداد الدم لخلايا العظم يؤدي الى موت او ضعف هذه الخلايا. موت هذه الخلايا تؤدي الى موت العظم نفسه، وعند موت العظم يفقد بعض من قوته، يعني اجزاء العظم هاي اذا ماتت راح تفقد من قوتها قوة دعم جسم الانسان. نظرا لان العظم هي نسيج حي فانها تتغير طول فترة حياة الانسان. نجي ناخذ الى اوستوبلاست واوستوبلاست. هاي الاوستوبلاست راح تبني العظم، والاوستوبلاست هاي الاوستوبلاست راح تهدم الخلايا العظميه، وهاي وظيفتها الاوستوبلاست هي بناء العظم. عندنا نوعين من البانيات العظم، بناء العظم جديد اسم العظام يتم تنفيذها بواسطه خلايا عظميه متخصصه. هاي الخلايا العظميه تقسم الى قسمين، احنا قلنا الخلايا نوع اوتوبلاست اللي هي build the bone، والاوتوبلاست اللي هي destroy the bone تقتل الخلايا العظمية، والأوتوبلاست اللي هي تساعد على بناء العظم. هاي نسبتهم يعني متساوية، نسبة البناء تساوي نسبة الهدم في حالة النمو، يعني الإنسان لحد عمر 35 سنة في حالة بناء، فتكون نسبة البناء متساوية ونسبة الهدم. بينما إذا تقدم الإنسان في العمر بعد 40 سنة راح يكون نسبة الهدم أكثر من البناء. نسبة البناء تكون مساوية ونسبة الهدم حتى نبني هيكل عظمي جديد. احنا مثلا نعرف انه كل 7 سنوات ينولد هيكل عظمي جديد لكل انسان من خلال عملية الهدم والبناء، لانه يوميا راح يصير بناء مقداره يعني تحطيم نصف غرام من الكالسيوم يتحطم خلال اليوم، ونصف غرام راح ينبني جديد كالسيوم جديد. يعني هذا البناء الجديد خلال 7 سنوات راح يبني لنا هيكل عظمي جديد، وهذا نص غرام الديث يعني وفاة الهيكل العظمي نص غرام يوميا راح يؤدي الى بناء يعني نص غرام بناء جديد، لان احنا بنقدر نبني باستمرار بدون هدم، لازم يتساوي عمليه الهدم والبناء. وبعد 35 سنه راح يكون عمليه الهدم اكثر من البناء، لذلك نلاحظ انه الانسان يضبط حجم الهيكل العظمي مالته بعد 40 سنه. يعني مثلا نفرض انه ناخذ صوره بعمر 20 سنه، وإنسان يقدم العمر في عمر 60 سنة، نأخذ نفس هذا الشخص صورة ثانية، راح نلاحظ إنه صفر حجم الشخص هذا. ليش؟ لأنه صار عنده هدم أكثر من البناء، يعني قل وزن الهيكل العظمي مالته، لذلك حجمه أصغر مما هو شخص. بس نجي نتعرف على موضوع آخر اللي هو what is bone made of، يعني من ماذا تصنع العظم، أو ما هي المواد اللي تصنع العظم. لدرجة percentage of the elements present in the bone is calcium، يعني أكبر مادة أو عنصر يبني العظام هو عنصر الكالسيوم. نظرا للكالسيوم يحتوي على نواة، نواة الكالسيوم أقل من نواة باقي العناصر، أقل بكثير معظم عناصر الجسم، لأنه يمتص الأشعة السينية بشكل أفضل بكثير من الأنسجة، يعني الأنسجة المحيطة بالعظم كثافتها أقل من كثافة عنصر الكالسيوم اللي يكون العظم. وهذا هو السبب الرئيسي في انه من ناخذ اشعه صوره اشعه قياسيه راح نلاحظ انه العظام تظهر في الصور بينما الانسجه لا تظهر، لانه كثافه الماده عنصر الكالسيوم اكبر من كثافه الانسجه كثافه النواه، فلذلك الاكس راي او الاشعه لا تستطيع اختراق العظام، فلذلك يظهر ظل العظم، يعني مو صوره العظم، تظهر ظل العظم في صوره الاكس راي في فيلم الاكس راي، الفيلم اللي خلف المستلم للإكس راي. This is the person X-ray showed bones so well. في الأشعة السينية تظهر العظام، لذلك الأشعة السينية تظهر العظام بشكل جيد.
يتكون العظم من مادتين. احنا مثل ما نريد نعرف انه من يتكون العظم وفي البون ميدو بون consist of two quite different materials، يعني يتكون العظم من مادتين مختلفتين تماما بالإضافة إلى الكولاجين plus water collagen major collagen fracture which is about 14% of the weight of the solid bone and 16% of the exterior. يعني شنو يتكون العظم من مادتين مختلفتين؟ يعني كولاجين اللي موجود في الجسم هو نسميه الجزء العظمي الرئيسي، يعني الكولاجين هو الجزء العظمي واللي يمثل حوالي 40% من وزن العظم الصلب و 60% من الحجم. هاي الطلاب تجي يعني هم اختارات اختيارات اما صح وخطا اما فراغات تجي، فيجب التركيز على هاي النسب المئويه ونركز اكثر على الماده اللي هي الماده اللي هي الجزء العضوي، لانه العظم يكون من جزئين، جزء عضوي وجزء لا عضوي. الجزء اللا عضوي العضوي اللي هو الكولاجين، اما الجزء اللا عضوي معالي العظم تسمى هي الصلب بوند، يعني العظم الصلب او بوند مينرال اللي هو معادن العظام المكون غير عضوي، هو يشكل حوالي 60% من وزن العظم و 40% من حجمه. يعني الانسان نجي نركز على هذا الموضوع، نقول العظم يتكون من مادتين، ماده عضويه وماده غير عضويه. الماده العضويه اللي هي الكولاجين، هاي الكولاجين ماده مطاطيه سهله الانحناء تعطي مرونه للعظم، بينما الماده الصلبه وتكون نسبة الكولاجين 60% ل 40% من وزن العظم أو 60% من الحجم، بينما البوند مينرال اللي هي معادن العظام مادة غير حية الجزء غير عضوي من العظم 60% وزن العظم و 40% من حجم. فنجي نفرض انه نوخر هاي مادة الكولاجين من العظم، راح يتحول العظم الى مادة هشة سريعة الكسر يمكن سحقها بأطراف الأصابع. يعني الكولاجين هي اللي تنطي المطاطية للعظم أو المرونة حتى ما تنكسر بسهولة، بينما إذا سحبنا مادة الكولاجين من العظم راح يتحول إلى مادة هشة سريعة الكسر. يمكن إزالة هذه المكونين من العظام، يعني نقدر نسحب مثلا العناصر من العظم تبقى مادة الكولاجين عبارة عن مادة مطاطية، ونقدر نسحب مادة الكولاجين يتحول العظم إلى مادة هشة سريعة الكسر. عندما يتم إزالة الكولاجين من العظام، فإن بقايا معدن العظم تكون هشة للغاية يمكن سحقها بالأصابع. يعتقد أن مادة العظام يتكون من هيدرو سبيتات الكالسيوم اللي هو 10 وحدات كالسيوم، مثل ما تلاحظون بالصفحة التالية اللي هو الهيدرو سبيتات الكالسيوم 10 وحدات كالسيوم و4 10 وحدات كالسيوم و6 وحدات فوسفيت ووحدتين من الأوكسيد. نظرا لصغر حجم البلورات، فإن معادن العظام لها مساحة كبيرة جدا تسمح لمساحات كبيرة من البلورات المعدنية العظمية المكشوفة للتفاعل السريع مع المواد الكيميائية في الدم. يعني الدم راح يوصل إلى المناطق المكشوفة من العظم، هاي المناطق المكشوفة من العظم راح تسحب المواد الكيميائية من الدم أو العناصر اللي فيها. بلورات العظم، يعني العظم صلاته عالية جدا، يعني رقم يجوز ما تقدرون تصوروه اللي هو أقوى من الجرانيت ب 25 مرة. بلورات العظم الأساسية ذات صلادة عالية مقدارها 25 مرة أكبر من صلادة الجرانيت. هسه نجي لموضوع آخر اللي هو How strong are your bones؟ مدى قوة العظم. There are two quite different type of bone. عندنا نوعين من العظام، solid compact و sponge bone solid compact والسبونج بون اللي هي صلب مضغوط وعظم اسفنجي. ميتا بروفلاتين ريت اللي هو عظم اسفنجي تكون مخيوط رفيعة مثل عظم التأليف ويوجد في نهاية العظام الطويلة. يعني هسا زي تلاحظون لا يمكن العظم التأليف أن يتحمل بشكل جيد ضغوطات الانحناء التي تحدث في غالب الأجزاء المركزية للعظام الطويلة. العظام الطويلة مثل هذا العظم، عظم الفخذ الهيد اوف فيمر، الصلاده تكون تتركز في منتصف العظم، في منتصف العظم، بينما اطراف العظم تكون هشه، اقل صلاده من منتصف العظم. هذا الهيد اوف فيمر، وهذا هنا من مكان استقرار العظم اللي هي نقطه استقرار العظم.
خليش نعرف شلون نقدر نقيس مقدار قوة العظام أو مقدار استطالة بالعظم. تضغير جميع المواد في الطول، جميع المواد تضغير بالطول إذا طلقنا عليها ضغط، يعني أي عظم من عظام جسم الإنسان في حالة تسليط قوة خارجية راح يتغير طوله. بس أنا نجي نعرف جد المقدار الاستطالة اللي تحصل بالعظم إذا طلقنا عليها شد خارجي سحب أو ضغط. عندنا هذا جهاز يقيس مقدار استطالة العظام، مقدار الاستطالة اللي تحدث في العظام. يعني نجي ناخذ عظم اللي هو عظم، نفرض عظم الفخذ، راح نخليه هذا الجهاز. هذا الجهاز يحتوي على تو هيد، هذا الهيد نربط في الطرف الاسفل من العظم، الهيد الثاني نربط في الطرف الاعلى من العظم، راح نسلط عليه يا اما قوه ضغط او قوه سحب نحو الاعلى. هذا الجهاز ينسحب نحو الاعلى فراح يصير استطاله بالعظم، مقدار استطاله معينه سنجي نقدر نحسب هاي الاستطاله من خلال قانون راح نجي ناخذه بالتفصيل. هاي السحب قوه السحب راح ترتفع الجهاز نحو الاعلى، راح يؤدي الى تغير في طول العظم عن الطول الاصلي. طول يعني تنصور انه الفرق بالطول راح يكون كبير الى ان يصل الى مرحله العظم ما راح يستطيع اكثر، يتوقف الجهاز الى ان يصير تهشم بالعظم، يصير قص بالعظم. فمجرد يصير قص بالعظم راح يتوقف الجهاز، فراح نعرف من خلال هذا الجهاز مقدار اكبر قوه يتحملها هذا العظم. فناخذ عظم الفخذ او عظم الساعد او عظم جسم الانسان، هذه العظام راح من خلال هذا الجهاز راح نعرف كل عظم ايش قد يتحمل من ضغط او سحب. السترين طريقه قوه الطول، خلينا نجي ناخذ شنو السترين. السترين هي قوه على المساحه، مقدار القوه على المساحه حسب قانون هوك طبعا. السترين القوه على المساحه، السترين تغير الطول على الطول. السترين هو الاجهاد اللي يتطلب على العظم، مقدار قوه السحب او الضغط. والسترين هو الاجهاد، مقدار الاجهاد اللي يتحمله. اقصى اجهاد يقدر يتحمله العظم هو 120 نيوتن على المتر المربع، اقصى قوه السحب. بعد ال 120 نيوتن راح ينفصل العظم، راح يصير في قص، ينقطع العظم. اذا اقصى قيمه للقوه يتحملها العظم هي 120 نيوتن على المتر المربع. اما اكبر قوه هو الضغط يتحمل العظم فهي 170 نيوتن على المليمتر المربع. هاي طلاب احتمال تجيكم فراغات او صح وخطا او اختيارات، لازم نركز على هاي الارقام. وسنجي راح ناخذ مثال رياضي بالتفاصيل. هذا هنا عندنا معامل يونغ اللي هو يساوي قوه الطول الاصلي للعظم قابل السحب في القوه المسلطه على مساحه العظم في التغير الطول، تغير الطول اللي صار بعد عمليه السحب. واضح ولا؟ هسه نجي ناخذ هذا الشكل، هذا سترينس وهذا سترينس. هاي القوة المسلطة كل ما راح تزود على العظم يطلع هون الى ان توصل للميكزيمم، بعدها راح يصير قطع مباشرة السندم. يعني هذا العظم راح بداية السحب راح تصير استطالة، بعدين توقف الاستطالة الى ان يصير قطع في العظم يطلع هون. فبعد يوصل العظم الى اقصى طول راح يصير عندنا قطع بالعظم. وهاي النسبة، هاي النسبة خلينا نقول بين سترين، ستريس والسترين هي تغير طردي، تغير طردي يعني زيادة زيادة، كل ما زاد الستريس يزود السترين. عندما توضع عينة للعظم في أداة خاصة لقياس الطال تحت الشد يتم الحصول على منحني مشابه لما هذا الشكل اللي شفنا قبل شوية. كل ما زادت القوة يزداد الطول بسرعة أكبر، وينكسر العظم عند إجهاد مقدار 120 نيوتن وعند ضغط 170 نيوتن. هنا السترين تساوي قوة على المساحة، والسترين تغير بالطول على الطول الأصلي من دلتا أل على أل. معامل يونغ يساوي السترين على السترين، هذا قانون ثابت اللي هو معامل يونغ السترين على السترين. نجي ناخذ مثال رياضي، مثال بسيط. نشوف ليك عظم الساق هذا 1.2 متر، يعني طوله عظم الساق طوله 1.2 متر. شيب اوف بون يعني ويث ان افريج بروسيس، يعني مساحة تجد 3×10 سنطة 4 متر مربع. What is amount of shortening when all of the bone weight، يعني كل العظم سلط عليه قوة اللي هي مقدارها 700 نيوتن. احنا مثل ما عرفنا انه معامل يونغ يساوي ال في ال اي في دلتا ال. احنا معامل يونغ معروف ال طول الاصلي اللي هو 1.2، الاف اللي هو القوة 700 نيوتن، الاي المساحة الاصلية اللي هي
3.4 × 4. احنا نريد الدلتا او التغير من مقدار، يعني عندنا شيفت من العظم تسلطنا عليه قوه مقدار 700 نيوتن، طوله 1.2 ومساحته 3.4 × 4، تسلطنا عليه قوه مقدار 700 نيوتن. احنا نريد التغير بالطول اللي صار بالعظم، ايش قد نسبه الاضطراب تغير الطول بالنسبه للطول الاصلي. فنجي نعوض كل هذه التغيرات، راح يطلع عندنا 1.5 × 10^4 متر مقدار الاضطراب، يعني 0.15 من الملمتر. شوفوا مقدار الاضطراب القليل 15% من الملمتر، يعني استطالة العظم جدا قصيرة. هسه نجي ناخذ انواع الكسور اللي تحدث في العظام. عندنا 4 انواع الكسور، لا تنكسر العظام عادة بسبب الضغط او عادة بسبب القص او تحت تأثير الالتواء. يعني العظم مو بسهولة انه ينكسر اذا قوة شد خارجية، يعني قوة من الجانب. اذا قوة من الجانب راح ينكسر كسر بسيط. بينما اذا قوه التواء، يعني مثل ما تلاحظون انه اغلب الكسور تصير نتيجه التواء الكاحل او التواء القدم بشكل كامل، فتحدث عندنا كسور مركبه. والكسور اللي هي نتيجه شد خارجي يكون كسر بسيط، ما يخرج العظم خارج الجلد. بينما بحاله الالتواء اغلب الاحيان يخرج العظم خارج الجلد مثل ما تلاحظون هذه الكسور. فعندنا 4 انواع من الكسور، اللي هي الكسر المنحرف، والمزيج هذا الكومبنيتد اللي هو مزيج من اكثر من كسر، وكسر حلزوني سبيريال، والكسر المركب الكومبنيتد. عندما ينكسر العظم يمكن الجسم اصلاحه. يعني الكسر عاده من ينكسر عظم داخل جسم الانسان اغلب الاحيان يمكن اصلاحه نتيجه عمليه معينه. عندما ينكسر العظم يمكن الجسم اصلاحه بسرعه اذا تم تجبيس المنطقه، يعني اذا جبست المنطقه يعني منعنا العظم من الحركه، راح يكون نسبه التئامه اسرع. في حين تفاصيل نمو العظم، يعني احتمالية نمو العظم تكون أسرع باستخدام ظاهرة معينة تؤدي إلى تحفيز العظم للنمو في استعمال الطاقة الكهربائية، يعني نتطلب مجال كهربائي بين طرفي هذا العظم. هذا الطاقة الكهربائية راح تحفز العظام على النمو أسرع. هذا اكتشفوه من خلال التجربة. نعم، دليل على المجال الكهربائي المحلي يلعب دورا على سطح العظم. تم اقتراح نظارة الكهرباء الانضغاطية تكون حافز مادي لنمو العظم اصلاح. واظهرت التجارب ان العظام تنتهي بشكل اسرع اذا تم تطبيق الكهرباء عبر الكسر. هسه نجي للجوينت. هاي الجوينت اللي واضحه فيها الصوره، هاي بين كل عظمين اكو جوينت، هذا المفصل حتى يسكن عمليه الحركه. طلع مثل ما تلاحظون انه اغلب العظام الموجوده هي تكون على شكل، او كل العظام الموجوده داخل جسم الانسان هي تكون على شكل اقواس. هاي الاقواس تساعد في عمليه توزيع القوة. يعني لو كانت العظام بشكل مستقيم راح القوة المؤثرة او القوة بين كل عظمتين راح تزداد، فلذلك تزيد نسبة الاحتكاك ويؤدي الى استهلاك المفصل بشكل سريع. فتكون بشكل اقواس، هذه الاقواس تساعد على توزيع القوة. لذلك المسلمين الاوائل استخدموا هذه الفكرة واستثمروها في عملية البناء. انتم تلاحظون انه الضباب الاسلامية المبنية تكون بدون هيكل حديدي، يعني مجرد استخدام المواد الاساسيه اللي يطابوا في عمليه البناء على شكل اقواس، حتى كل جزء يدعم الجزء السابق. يعني القوه راح تتوزع على كل اجزاء البناء وراح عمرها يكون اطول. لذلك انه الاثار القديمه اغلبها باقيه لحد الان هو مبنيه بشكل اقواس، احنا نسميها الاقواس الاسلاميه. فلذلك نقول كل العظام موجوده على شكل اقواس حتى تقلل من القوه اللي تؤدي الى استهلاكها. بس fabrication of bone joints اللي هي تزييد المفاصل العظم. طبعا كل عظم بينات اكو سائل، هذا السائل يساعد في عمليه تزييد العظم. يعني العظم اذا كان بدون سائل تزييد راح يسبب نسبه الاحتكاك عاليه. هذا السائل يساعد في عمليه تقليل الاحتكاك، مثل ما قلنا في المحاضره السابقه الاحتكاك ومعامل الاحتكاك. كل ما كان سائل التزييد كثافته اقل، يعني راح يساهم في عمليه تقليل معامل الاحتكاك. اذا كثافته عاليه راح يزيد معامل الاحتكاك، كل ما تقل كثافته كل ما يكون افضل. هذا اللي هو السينيوفيل ممبرين، هي غشاء السينيوفيل، هذا الغشاء اللي موجود داخل كل مفصل. خلينا نجي على الامراض، نوع من الامراض الرئيسيه. هناك عندنا نوعين من الامراض، تو ميجر ديزيز ذات افكت اون ذا جوينت، يعني عندنا نوعين من الامراض اللي تاثر على المفاصل. هاي مو نمبر 2، نمبر 1 اللي هي جوينت روماتيز ارثريتس اللي هي الروماتيزم
التهاب المفاصل الروماتويدي اللي هو الروماتيزمي فنسميه، اللي ينتج عنه اصابه في امتداد السائل الجليدي في الهلال في الوصل، ويسبب عاده تورم الوصل. يعني الروماتيزم يسبب زياده في امتداد السائل الزلالي، فهذا السائل يؤدي الى تورم الوصل. النمبر 2 اللي هو هشاشه العظم. هشاشه العظم هو مرض يصيب المفصل نفسه، هذا يصيب خارج المفصل، هذا لا يصيب المفصل نفسه، لان هذا الروماتيزم يسبب زياده افراز السائل الزلالي، يؤدي الى تورم المفصل نفسه. بينما هشاشه العظم اوستيريو هو مرض يصيب المفصل نفسه، يغلف الغشاء الزلالي المفصل ويسبب مسائل تشحيم الزلالي. هشاشه العظم راح يتكون غشاء، هذا الغشاء يحتفظ بالسائل الزلالي، يخلي ميزه المفصل نفسه، ويحدث جفاف داخل المفصل، يعني راح يكون غشاء هنا يحتفظ بالسائل الزلالي من عامل تزييت المفصل، وهذا يؤدي الى زياده نسبه الاحتكاك بين العظمين، يؤدي الى هشاشه العظم، هشاشه في اطراف العظم، او بعض الاحيان تحدث تفلسات في العظم. تعتمد خصائص تشحيم السائل على كثافه، يعتبر تزييد الرقيق مادة تشحيم أقل كثافة وأفضل من تزييد السميك، يعني تزييد الرقيق يعني كثافة السائل تكون منخفضة، يعني بين تزييدات قليلة. يعتقد أن خصائص التشحيم الجيدة للسائل الزلالي ناتجة عن وجود حمض الهيالورونيك وعدد السكاليد المخاطية التي تتشوه تحت الحمل، يعني كلما زاد الحمل راح تتشوه هاي السكاليد الموجودة، راح تنضغط، راح تنطي السائل الموجودة داخلها اللي احنا نسميها زيت المفصل، حتى تسهل عملية الحركة داخل المفصل. هذا الشكل اللي راح نجي نمثله تحتاً، هذا الشكل تحديد معامل احتكاك المفصل، هذا راح تاخذه في الجزء العملي اللي هو تحديد معامل احتكاك المفصل. يعني المفصل عندنا يتكون من عظمين بينات الجوينت، استخدام مفصل كمحور في نستخدم الكاتيدول، راح يتحرك المفصل بتردد معين، هذا التردد راح يجي من حسمة ويا الزمن، وراح نرسم في الرسم بياني بين الزمن والتردد. هذا بالجانب العملي. سنجي لميجرمنت اوف بون مينرال ان ذا بودي، شلون نجي نحسب كميه المعادن الموجوده بالعظم. طبعا المعادن الموجوده بالعظم هي اللي تعطي الصلاده للعظم، هي تعطي الاسناد للعظم حتى يسند الجسم، بالنسبه للانسان في الوقوف والجلوس والحركه والرياضه. The strength of the bone depends to large extent on the masses of the bone mineral present. يعني تعتمد قوة العظام إلى حد كبير على كتلة المعدن، الكتلة المعدنية الموجودة في الأرض. كلما زادت الكتلة المعدنية إلى حد ما، يعني حد معين، كلما زادت هذه الكتلة المعدنية تؤدي إلى زيادة قوة العظام. وأهم خاصية في هشاشة العظام هي انخفاض الكتلة المعدنية. يعني تحت هشاشة العظام إذا انخفضت نسبة المعادن الموجودة في الأرض عن الحد الطبيعي. وبالتالي فإن تقنية أخذ العينات لقياس الكتلة المعدنية، بس احنا نجي الطريقة الأولى هي أخذ العينات البايوبسي، نجي ناخذ عينة من عظم الفق من عظم الحوض، هذه يعني ندخل إذا عينة إلى داخل عظم الحوض، ناخذ قطعة أو جزء احنا نسميه البايوبسي الخزعة من عظم الحوض، ونجي نحلل هاي البايوبسي هاي الخزعة أو الجزء العظم اللي أخذناه، نحلله إلى العناصر الأساسية اللي تكون محتاجة، وراح نجي نعرف من خلالها كمية المعادن الموجودة في عظم الإنسان. وهاي طريقة طبعا صعبة، طريقة صعبة ومؤلمة، فلذلك تشخص جديدة أكثر سهولة تعطي نسبة عالية من الدقة أو نسبة دقة مقنعة، تعدل قوة العظام إلى حد كبير على كتلة المعدن الموجودة في العظم. وأهم خاصية الحساسة هي انخفاض الكتلة المعدنية. تقنية أخذ العينات لقياس الكتلة المعدنية العظم في الجسم الحي بدقة جيدة هي أفضل طريقة. بس قلنا لصعوبتها يعني اخذنا طرق ثانيه، كان يتم استخدام الدكاتره في تشخيص هشاشه العظام قبل حدوث الكسر. يعني احنا مو نجي بنوصل مرحله هشاشه العظام يلا نجي نهتم بعظامنا، يعني لازم نفحص او نشوف نسبه العناصر الموجوده في عظامنا، حتى اذا اكو نقص بالعناصر نجي ناخذ يعني ناخذ مكملات غذائيه او اغذيه تساهم مساهمه فعاله في زياده نسبه العناصر. طبعا اغلب العناصر الموجوده بالمواد الغذائيه، وافضل انواع العناصر هي موجوده من المواد الغذائيه، مثلا نسبه الكالسيوم، الكالسيوم موجوده بالحليب نسبه عاليه، واعلى نسبه كالسيوم موجوده يمكن ما تتصوروها انها موجوده في ماده غذائيه اخرى، هي اعلى من نسبه الكالسيوم الموجوده بالحليب نفسه، اللي هي الكالسيوم الموجود في ماده الباميه، الباميه هي اعلى نسبه كالسيوم موجوده في المواد الغذائيه.
نوع الكتلة المعدنية للعظام تتناقص ببطء شديد من 1 إلى 2% سنويا، يعني نسبة العظام تتناقص ب1% إلى 2% سنويا. فلذلك يجب الاهتمام بالعظام، يعني هاي النسبة الموجودة يجب الاهتمام بالعظام بدرجة معينة حتى نساهم في عملية بناء العظم حتى نصل إلى مرحلة هشاشة العظم. هاي المرحلة تكون صعبة على العظام اللي هي تكون في أعمار متقدمة. يعني الهيكل العظمي احنا مثل ما قلنا انه نصف غرام يفقد يوميا، ويتم بناء نصف غرام بناء خلايا عظمية. الكتلة المعدنية كل ما تتناقص أكثر كل ما تصير من هشاشة العظام متقدمة. هسه نجي من خلال هذا احنا طبعا الجهاز اللي راح نستخدمه اللي هو هذا الجهاز. هذا الجهاز هو يتم من خلاله فحص نسبة العظام الموجودة في جسم الإنسان، وهو يستخدم الإكس راي. خلينا نجي نعرف شنو الإكس راي قبل ما نعرف هذا الجهاز، طريقة استخدامه، شلون نعطيني نسبة العظام أو نسبة المعادن الموجودة بالعظام. خلينا نجي نعرف هو شنو الإكس راي. الإكس راي طبعا من خلال هذا التيوب، احنا نسميه تيوب إكس راي، إكس راي تيوب. هذا الجهاز موجود في كل أجهزة الأشعة، وأغلب الأجهزة الموجودة في المستشفيات هي تستخدم الإكس راي. فإذا ضروري إنه نعرف التيوب الإكس راي شو يعني. احنا صار اتفاق إنه إدارة القسم رسالكم للمستشفيات، تجون للمستشفى إن شاء الله اليوم، راويكم الأجهزة الطبية اللي تعمل في الإكس راي اللي فيها أجهزة متعددة مثل الأشعة الاحتياطية. والجهاز السيتي سكان اللي هو مفاصل الحلزونين، وجهاز الأسوأ اللي هو جهاز الحصمة، وعندنا العديد من الأجهزة مثل جهاز اللي هو موجود في الصورة اللي شفناها قبل شوية اللي هو تحديد كمية العناصر الموجودة بالجسم. فإذا نجي خلينا نعرف شنو تشوف الإكس راي. تشوف الإكس راي هنا يتكون من جزئين اللي هو الكاثود والأنود. الكاثود هو يحتوي على فتيل، هذا الفتيل مربوط بمصدر كهربائي فوق جهد عالي، هذا احنا نتحكم فيه. وهذا الجزء اللي هو الانود مسكوب بزاويه 45 درجه. الفتيل مال الاكس راي نتيجه فرط الجهد الكهربائي راح ينطينا الكترونات. الكترونات بتصير بسرعه عاليه جدا اللي هي سرعه الضوء 3×10^8 متر على سكن. هاي الالكترونات راح تصطدم مباشره بالانود، راح الانود راح تفقد طاقتها، راح تفقد طاقتها على شكل فوتونات. فاذا الاكس راي هو عباره عن خيط من الفوتونات مو الكترونات. يعني خطأ شائع انه يقولون انه الاكس راي الكترونات، وهذا شيء مو صحيح. هي ناتجه من توقف المفاجئ للالكترونات. يعني الالكترونات راح تصير بسرعه عاليه جدا تصطدم مباشره بالانود اللي هو بزاويه 45 درجه، راح تفقد كل طاقتها تنطيها على شكل فوتونات. طبعا هذا هنا راح ترتفع درجه الحراره الى يوصل درجه حراره الانصهار. فلذلك يستخدمون ماده التنجستين اللي هي درجه انصهار عاليه، ويستخدمون هنا دواء التبريد، انابيب التبريد اللي هي دواء تبريد ملحي، ماء ملحي او زيوت. هاي الزيوت تساهم في تبريد عمليه تبريد الانود، لان راح ترتفع درجه حراره نتيجه اصطدام الالكترونات المباشر دي. وهاي الفوتونات راح نطلعها من خلال فتحه واحده اللي هي راح يخرج على شكل بيم اكس راي. الاكس راي اذا هو عباره عن خيط من الفوتونات. هسه احنا عرفنا مختصر عن تيوب الاكس راي. مخاطر الاشعه ان شاء الله في المحاضره لاحقا راح نعطيكم اياها، وتعرفون شنو مخاطر هالاشعه وكيف يتم قائمتها. هسه من خلال هذا التيوب احنا قلنا ليش ما نستخدم، هذا سؤال طرحنا، ليش why not use regular x-ray in protection of elements in the bone؟ يعني ليش ما نستخدم الاكس راي الاحتياديه في حساب مقدار العناصر الموجوده في العظم؟ الاكس راي الاحتياديه مو اي اكس راي. هسه نجي ناخذ النقاط، تعال نجاوب هذا السؤال من خلال هاي النقاط. شعاع النمبر 1 اللي هو يقول انه الاشعه السينيه المعتاده لها طاقات مختلفه، يعني الاكس راي راح تخرج باكثر من طاقه. اكثر من طاقه يعني طاقات مختلفه. الأشعة السينية لها طاقات مختلفة كثيرا، وامتصاص الأشعة بالكالسيوم، يعني من تخرج راح تمر بالكالسيوم الموجود بالعظم، راح يتغير امتصاصها راح يتغير بسرعة مع الطاقة في هذا الطاقة من الطاقات. تحتوي نمبر 2 تحتوي الحزمة الكبيرة نسبيا على الكثير من التشتتات.
يعني هاي الحزمه اللي راح تمر بالكالسيوم الموجود بالعظام راح تحتوي على الكثير من التشتتات، يعني نتيجه احنا نسميه سكترين، يعني تصطدم بجدار، تصطدم بحاجز معين وراح تنعكس مره ثانيه، فهاي راح تجي مو مباشره من التيوب الاكس، راح تجي من قنوات مختلفه، فراح تحتوي على طاقات مختلفه ايضا. الفيلم الموجود هسه احنا مثل ما راح ناخذ هذا الشكل، احنا طبعا هذا الجهاز بفيلم اسفل المريض، اسفل تيبل اللي يحمل المريض، هذا الفيلم عباره عن كاشف ضعيف لاجراء القياسات الكميه لانه غير خطي من حيث كميه وطاقه الشخصيه، لذا فان الاشعه السينيه التقليديه ليست مفيده للقياس الكمي لمعدن العظم، يعني كميات العظام المعادن الموجوده بالعظم، لان الحزمه غير متجانسه، يعني حزمه الاكس راي راح تجي غير متجانسه. وصلنا الى تقنيه جديده، يعني كانت تقنيه الاكس راي الاعتياديه غير فعاله، ما تعطينا نتائج جيده، نتائج مضمونه. فلذلك استخدمت طريقه ثانيه محسنه، خلينا نقول نوعا ما، تقنيه محسنه تعتمد على مبادئ الفيزيائيه تسمى قياس انبساط الفوتونات اللي كانت موجوده في هذا الشكل. احنا قلنا ان الاكس راي عباره عن فوتونات، هاي تقنيه جديده تقيس مقدار الفوتونات اللي وصلت للفيلم الموجود، طبعا هو حساس للضوء. يعني من خلال هذا الجهاز تم تخلص المشكلات الثلاثه في تقنيه الاشعه السينيه الى حد كبير، باستخدام مصدر اشعه سينيه، استخدمنا مصدر اشعه سينيه احاديه الطاقه، يعني المصدر الاشعه السينيه السابق هو كان متعدد الطاقات اكثر من طاقه، هنا احاد الطاقه، يعني وحدنا الطاقه حتى العناصر الموجوده داخل الجسم او العناصر الموجوده داخل المعادن الموجوده داخل العظم تستلم اكس راي بطاقه واحده. نستخدم بيم، المشاكل الثانيه انه تشتت، فراح نستخدم هنا بيم من الاكس راي، يعني بيم حزمه ضيقه تقليل التشتت، وكذلك نستخدم مو فيلم، راح نستخدم كاشف فونيري، كاشف الكتروني يقيس مقدار الفوتونات الواصله للكاشف، يعني قصدي اللي تعبر العظم. الطريقه الثانيه، طريقه ثانيه لقياس انبساط الاشعه السينيه اللي هي عمليه التشعيع، يعني نشعر جسم الانسان عن طريق اشعه جاما، هاي الاشعه راح تمتص من خلال الكالسيوم الموجود، فراح يتحول العظام عظام جسم الانسان الى عناصر مشعه، لان الكالسيوم امتص مقدار معين من الاشعه، هذا الاشعه راح يحتفظ بها ويتحول الى عنصر مشع، هذا العنصر المشع يعني راح يقيس مقدار الاشعه اللي تخرج من خارج العظام، يعني بعد خروج هذا الشخص عن الجهاز راح يتحول الى عنصر مشع، كل عظامه تتحول الى عنصر مشع، فراح نحسب كميه الاشعه اللي صادره من العظام ونضربها في ثابت معين راح تعطينا نتائج دقيقه جدا لكميه العناصر الموجوده داخل العظام. سنجي هذا القانون اللي هو the bone mineral masses، يعني الكتلة المعدنية الموجودة بالعظام بالإقامة سنتيمتر مربع يساوي كي اللي هو ثابت، نضربها في الاي نوت اللوغاريتم، اي نوت على الاي نوت هي الشدة الانتنسيتي، الشدة قبل دخول حزمة الإشعاع، يعني الشدة من بداية مقدار الشدة الأصلية قبل دخولها العظم، وهاي الانتنسيتي الاي اللي هي شده بعد دخول الاشعه للعظم. ونضربها في كي اللي هو ثابت كونستانت ثابت معلوم، ومن خلال راح نضرب كميه العناصر الموجوده بجسم الانسان. هسه نجي ناخذ الجهاز اللي اكثر دقه اللي هي دوت اكس راي اوبزرفيشن اللي هو نسميه دي اكس اي. دي اكس اي احنا نسميه جهاز الديكسا. هذا الجهاز يسمح الديكسا بقياس كثافه المعدنيه للعظم، اللي هي بالعمود ناخذ الاجزاء المهمه اللي هي اما بالعمود الفقري او بعظم الفخذ او بعظم المفصل الحوض، عظم الحوض والفخذ والعمود الفقري، هاي ثلاث مناطق، يعني مو اي جسم، اي جزء من جسم الانسان راح ناخذ الكثافه العظميه، لا هاي المناطق الثلاثه اللي حددناها، يعني من اللي ناخذها بالعظم الساعد او عظم الساق، لا نجي ناخذها بعظم العمود الفقري او عظم الحوض او راس الفخذ. من خلال هذا الجهاز يمكننا قياس هشاشة العظام ويمكن تشخيصه من خلال التقييم السريع. تتحرك الذراع، هو هذا الجهاز اللي قلته اللي قبل شوية تشين عنه. هذا الذراع على شكل حرف سي نسميه سي ار، يتحرك صعودا وانخفاضا في الاتجاهات المحددة حسب وزن المريض. المسافة بين المريض وهذا الحرف سي ار
المسافة ثابتة، كل ما زاد وزن المريض راح نزود المسافة، نرفع هذا السي آر، وهذا السي آر له حركة دائرية يحيط المريض، حركة دائرية، تحرك ذراع السي آر للأعلى والأسفل أثناء المسح، ترسل آلة المكسر خدمتين لشعثين لجرعة مخدرة من الإشارة عبر العظم التي العظام التي يتم اختيارها مثل ما قلنا اختيار ثلاث مناطق من الهيكل العظمي، تحتوي خدمة الأشعة السينية على ذروتين الطاقة، ذروة عظمى وذروة صغرى، أحدهما يمتص بواسطة الفرام والإطار عن طريق الأنسجة الرصد. يعني عندنا طاقتين، الطاقة العليا اللي هي امتصاص من خلال العظم، والطاقة الصغرى من خلال الأنسجة المحيطة بالعظام، والفرق بين الطاقتين هو كمية العناصر أو كثافة المادة المحسوبة في العظام. فعندنا هذا الشكل البياني اللي من خلاله نقدر نحدد، يعني من خلال هذا الجهاز اللي شفناه قبل شوي، من خلال هذا الجهاز نقدر نحدد كمية العناصر الموجودة، أخضر أو أصفر أو أحمر، هذه مناطق ثلاثة. مثل ما تلاحظون أنه كمية العظام يتم شكلها بدقة عالية وينطيناها على شكل شريط، يحتوي هذا الشريط على على أرقام معينة، من خلال هذه الأرقام نقدر نعرف أنه هذا المريض يحتاج إلى تداخل علاجي أو ميحتاج. يعني الطبيعي من ناقص واحد إلى واحد، هذا المنحني لكل شخص صحي راح يظهر هذا المنحني الـ A والـ B والـ C. المنطقة الخضراء راح يقول لك هذا البيشنت يعني منطقة خضراء، يعني نورس ما عنده مشاكل. المنطقة الخضراء يعني تتمحور من ناقص واحد إلى زائد واحد، بينما إذا كان المريض عنده نقص أو مو نقص، انخفاض في مستوى أنواع من العناصر، راح ينطينا من ناقص واحد إلى ناقص اثنين ونص اللي هو الخط الأصفر اللي إحنا نسميه لو ريسك، انخفاض بالعناصر من ناقص واحد إلى ناقص اثنين ونص، بينما إذا كان النقص بالكالسيوم من ناقص اثنين كما دون فهو نعتبره هاي ريسك اللي هو نقص بالكالسيوم نقص عالي، فذلك يعني هذا يحتاج إلى تداخل علاجي حتى نرفع نسبة الكالسيوم الموجودة في الجسم. مثل ما قلنا هاي الأي والبي والسي، ونحن نشرح وتفصيل لهم كلهم. هسه نجي إلى مجموعة العناصر اللي يحتاج في جسم الإنسان، مجموعة العناصر أو الجسم اللي يحتاج في جسم الإنسان الموجودة في جسم الإنسان. راح تحتاجون بعناصر نسبة عالية جدا، مثل عناصر الأكسجين نسبة تواجد داخل جسم الإنسان هي 40%، كارتن سيليكون 25%، الألمنيوم 7.5، الأيرون اللي هو الحديد 4.7، الكالسيوم 3.3. يعني احنا قلنا مو كل أهم العناصر الموجودة اللي هي الأكسجين والهيدروجين. الأكسجين والهيدروجين يكونون الماء داخل يعني جزء الماء، والماء يكون من 60 إلى 90% من وزن الإنسان هو ماء. يعني في الخلايا الحية الموجودة مو بس بالعظام، بالأنسجة تشو المصل بالبلط الدم الموجود في جسم الإنسان، أغلب جسم الإنسان هو عبارة عن ماء. يعني 65% إلى 90% من وزن الإنسان هو H2O، لذلك الأكسجين أعلى نسبة هي 49%، والذي وراءها هو السيليكون. باقي العناصر الفوسفات والمغنيسيوم والكربون هاي نسبة قليلة جدا، هاي أعلى نسبة موجودة هاي التيبل. نقول الماء هو المركب الكيميائي الأكثر وطأ في الخلايا البشرية، الموجود أيضا بين الخلايا على سبيل المثال في كون الدم والسائل النخاعي في غالب الماء. الدهون تختلف نسبة الدهون من شخص لآخر، لكن حتى الشخص القديم لديه ماء أكثر من الدهون، يعني نسبة الماء موجودة في الشخص القديم نسبة الماء تكون أعلى بكثير من نسبة الدهون في الوريد. المعادن تمثل 6% فقط من جسم الإنسان، تشمل الأملاح والمعادن، تشمل المعادن الشائعة الصوديوم والكلور والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد. نجي النظام الغذائي، النظام الغذائي والتمارين الرياضية لها فائدة كبيرة لدى النساء خلال الحمل. إحنا مثل ما قلنا أنه النساء معرضة أكثر من غيرها لهشاشة العظام. ليش؟ لأنه النساء أثناء عملية الحمل راح تأخذ الكثير من الكالسيوم، تأخذ كثير من الكالسيوم للمساهمة في بناء الهيكل العظمي للطفل الجديد. يعني الطفل اللي ينمو داخل المرأة الحامل يحتاج إلى كالسيوم حتى يبني الهيكل العظمي مالته، مين يبني من الكالسيوم الموجود في العظام الموجود عند الأم. هذه يساهم مساهمة فعالة في نقص الكالسيوم اللي تعبين النساء، يعني راح تهدف أنها عملية هدم أكثر في العظام
لعظام الام حتى تساهم في عمليه بناء الهيكل العظمي للاطفال. لذلك تكون الامهات او النساء معرضه اكثر وغيرها لهشاشه العظام او نقص العناصر الموجوده في العظام. يصاب الرجال ايضا بهشاشه العظام لكنهم بشكل عام معرضون لخطر اقل، لانه اغلب الرجال حركتهم تكون اكثر من النساء، لذلك تعتبر نوع من انواع الرياضه تساهم بعمليه بناء جديده، بناء اكثر، لان الرياضه تساهم في عمليه بناء الخلايا وفرز فيتامين اي، فيتامين اي اللي يساهم مساهمه فعاله في عمليه البناء. تقنيه الدافع هناك عندنا تقنيه اخرى في خارقه المعادن العظام في الجسم الحي، ان الكالسيوم تقريبا موجود في العظام. هذه التقنيه تسمى التنشيط في الجسم. خلينا ناخذ شوي نقول تشعيع الجسم، يعني الجسم كله انعرض للنيوترونات النشطه التي تحول كميه صغيره من الكالسيوم من بعض العناصر الاخرى الى اشكال مشعه، يعني عناصر الكالسيوم كلها تحول الى عناصر مشعه. هاي العناصر هاي الاشعاعات اللي تخرج من العناصر راح نقيسها ونضربها في ثابت معين حتى نعرف مقدار العناصر الموجوده في جسم الانسان. هنا انتهت محاضرتنا لهذا اليوم، اتمنى استفادتوا منها، وان شاء الله نلتقي بيوم من الايام في المستشفى حتى اقدر اشرح لكم الاكس راي ومضار الاكس راي وطرق الوقايه من عنده والفوائد والمضار بشكل عام. الى هنا انتهت محاضرتنا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.